صلي وريدا دوما صلي ويصلي ويصلي وحب اللي رفع صوته أو يصلي على الهادي واعترته بهاي المسيح صلوات وجاري وجاري محمد ساكن بدمي وجاري وصرت أكتب شعر لجله وجاري تمنيت السكن يمه تمنيت السكن يمه وجاري وطوف بحضرته صبح صبح ومسيا صلوات مرة يفوز اللي يطوف حسين يفوز اللي يطوف حسين مرة وحالات التعب لا ينضاك مرة علي سهل الصراط يصير مرة محب حسين والزهرة الزكية صلوات الثانية بأعلى صوت على محبة المصطفى والإمام الصادق الثالثة بأعلى وأعلى صوت خاطب القرآن يا طه البشير خفف عليك الألم يا طه ما نزلنا عليك من شقوى نريد نريد ما يكفي بنبي بدنياها القرآن يقول طه أحسن ولو سألنا شلون حيدر ما قرأ ليش ما جاب اسم حيدر وبنت محمد فاطمة ينساها رغم ما كانوا يصومون النهار وقائمين الليل في نجواها هو ليش اختار يا طه النداء لأن من حرفين كل معناها حرف حيدر والحرف ثاني بتول وإذا تجمعن يصير طه مو إلك مو إلك مو إلك للعلم البيدك خادم إلى الشاعر الأديب الشاب الله يوفقه صفاء الدفاع الرميث يعني خاطب القرآن يا طه البشير خفف عليك الألم يا طه ما نزلنا عليك من شق ونريد الريد ما يكفي بنبي الدنيا لو سألنا شلون حيدر ما قرار وبت محمد فاطمة ينساها رغم ما كانوا يصومون النهار وقائمين الليل في نجواه هو ليش اختار يا طه النداء لأن من حرفين كل معناها حرف حيدر والحرف ثاني بتولو لو انت جمعهن يصير طه